السلام عليكم. صباح الخير. كدير بخير. شوفوا اليوم الحرم كدير المسعى خاوي فعلا بعد ما طبقوا منع الحجاج ولا المعتمرين الدخول لمكة. باينة شوف هنا كي كتكون المروة عامرة خصوصا نهار السبت. شوف المسعى خاوي وهذا الدور الأول اللي فيه العربات ديال العربات. شوف خاوي تاهو قليل 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 قليل. شوفها هنا موالفين كتلقى العربات بزيادة. شوف يلا واحد جاي هنا وهنا عاوتاني الطواف. مكان الطواف شوف قليل ما كاينش كاع البشر. أول مرة تنشوفوا الحرم بالطريقة هذه. شوف الطواف خاوي وكذلك الكعبة. الطواف اللي عند الكعبة شوف خاوي الدنيا ماشي كيما كانت. يعني فعلا طبقوا هذا النظام ديال سميتو ديال قدوم الحجاج لمكة والمدينة. نهار الخميس وقفوا الناس اللي هما في المدينة ما يدخلوش لمكة يرجعوا لبلدانهم، وكذلك اللي في مكة ما يمشيوش للمدينة يرجعوا لبلدانهم. وهذا راه باين، هذا دليل على أنه فعلا تم تنفيذ تطبيق هذا الحظر على المعتمرين. عم مره مشينا المسعى بحال هكا. شوف خاوي مره هذا المسعى الصفا والمروه. شوف خاوي الله يستر صاحبي بقينا احنا هنا. يلا السلام عليكم.